رياض مراسلنا علي الشريف. علي، أهمية انضمام 8 دول إلى هذه اللائحة السعودية، وكيف يمكن الالتزام بالمواقيت المتصلة بهذا الحجر المؤسسي بدءا من يوم غد؟ نعم روبير، بالفعل المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق مع انتشار الموجة الثانية وارتفاع أعداد الحالات في الدول التي تم منع الدخول من قبلها، قررت المملكة من ذلك الوقت وأكدت على أن الإجراءات الصحية قيد المتابعة والتقييم المستمر بعد استقرار الحالة الوبائية في تلك الدول، وكذلك عدم الانتشار الواسع، وكذلك انتشار التطعيم وأخذ اللقاحات من في الدول المعنية، قررت المملكة العربية السعودية رفع المنع عن تلك الدول مع الالتزام بالحجر المؤسسي. الحجر المؤسسي يتم الالتزام به مع قطع التذكرة للقدوم للمملكة العربية السعودية، بحيث يقطع المسافر من تلك الدول إلى المملكة العربية السعودية في تذكرة واحدة، وهي تذكرة السفر وتذكرة الحجر المؤسسي، والتي تستمر إلى 5 أيام يتم من خلالها في هذه المدة التزام من قبل القادم إلى المملكة بالحجر في أحد الفنادق، وكذلك إجراء الفحص البي سي آر للتأكد من سلامة وخلو هذا القادم، أيضا بالإضافة إلى عدد من الاشتراطات الصحية التي تفيد بإن كان ما أخذ اللقاح. وأكدت المملكة العربية السعودية في وقت سابق على أن هناك عدد من اللقاحات التي تم إيجازها في المملكة العربية السعودية، هما نوعين، أسترازينيك وفايسر، وهناك أيضا نوعان آخرين للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية، جونسون أند جونسون و سبوتنيك في، وهي هذه اللقاحات للقادمين من خارج المملكة العربية السعودية. المملكة العربية في فترة قبل أيام أعلنت عن تخفيف عدد من الإجراءات والقيود على المفروضة بسبب فيروس كورونا، كان آخر هذه الإجراءات رفع المنع عن السفر عن المواطنين والسماح لهم بالسفر إلى عدد من الوجهات، مع التحذير على اتباع الإجراءات الاحترازية أثناء سفرهم. نعم روبير. مراسلنا علي الشريف من الرياض.